بسم الله الرحمن الرحيم. معادنا النهاردة في المحاضرة الأولى من مادة المحاسبة القومية للتعليم المفتوح المدمج والقديم. هنتكلم فيها عن الأجزاء النظرية الخاصة بمادة المحاسبة القومية اللي خاصة بالمستوى الثالث الفصل الثاني. أول مفهوم من المفاهيم اللي عايزين نتكلم عليها في المحاسبة القومية، إيه مفهومها؟ مادة المحاسبة القومية أو فكرة المحاسبة القومية هي عبارة عن ارتباط لثلاث علوم معًا، علم الإحصاء وعلم الاقتصاد ثم علم المحاسبة. التعريف بتاعها عبارة عن نظام محاسبي لوصف النشاط الاقتصادي في صورة صفقات. هذه الصفقات تتم بين قطاعات خاصة داخل الاقتصاد القومي لكل دولة عن طريق مجموعة من الحسابات التي تعتمد في إعدادها على طريقة القيد المزدوج أو الدبل انتري، اللي هي الطريقة اللي درستوها في السنوات السابقة لكن بمفهوم مختلف، لأن دي محاسبة على مستوى الدولة. الهدف من دراستنا للمحاسبة القومية، الهدف الرئيسي بيتفرع لهدفين فرعيين: رسم السياسة الاقتصادية للدولة، والهدف الفرعي الثاني توفير معلومات لاتخاذ القرارات المالية والاقتصادية. بسبب قدرتها على تحقيق هذين الهدفين، هي بتعتمد أو بيعتمد عليها في إعداد الخطة الاقتصادية للدولة في أي دولة على مستوى العالم. النقطة الثانية هي الإطار النظري للمحاسبة القومية، وإحنا هناخد فيها تقريبا ست نقاط رئيسية. النقطة الأولى نتكلم فيها عن النظام المحاسبي، والنقطة الثانية عن النشاط الاقتصادي، النقطة الثالثة عن الصفقات، والنقطة الرابعة عن القطاعات الموجودة داخل المستوى القومي والحسابات القومية أيضا، دي النقطة الخامسة، والنقطة السادسة كيفية إعداد طريقة القيد المزدوج لتوضيح الحسابات وإثبات قيود اليومية داخل فكرة. هناخد بقى عنصر عنصر نفهمه. النظام المحاسبي كعنصر واقع الأول، بتعتمد المحاسبة القومية على نظام محاسبي بيتضمن المدخلات وعمليات التشغيل والمخرجات. المدخلات هي أحداث اقتصادية بين القطاعات المختلفة داخل الدولة، وعمليات التشغيل عبارة عن دفتر اليومية العامة الخاص بالحسابات القومية والخاص بتوضيح ما بين القطاعات الأربعة لاقتصاد الدولة. العنصر الأخير أو مخرجات أي نظام هي في المحاسبة القومية هي قائمة المركز القومي، وبالتالي يتم الحصول على بيانات من علم المحاسبة المالية ومن علم الإحصاء وتجميع بيانات على مستوى الدولة، بتنتج منها في النهاية معلومات تفيد متخذي القرار. النقطة الثانية، النشاط الاقتصادي يتمثل في ثلاث عناصر رئيسية: الإنتاج، الاستهلاك، الاستثمار. الإنتاج هو في المفهوم وفي المحاسبة القومية أو على مستوى القومي هو مجموع السلع والخدمات المتولدة من نشاط معين في فترة زمنية محددة. أما الاستهلاك كمفهوم أساسي في المحاسبة القومية هو عبارة عن مجموع الطلب على السلع والخدمات من جميع الأفراد في المجتمع. أما الاستثمار فهو كل إنتاج لا يستهلك نعتبره استثمار، وذلك لاستخدام، يعني يستخدم هذا الاستثمار في المفهوم القومي لإيجاد طاقات جديدة أو تدعيم ما هو قائم منها بهدف زيادة الدخل القومي للدولة. العنصر الثالث، الصفقات، وهي عملية تبادل للسلع والخدمات والحقوق المالية بين قطاعات الاقتصاد القومي، ويلاحظ فيها ما يلي: لدينا العمليات السلعية أو الخدمية، وهذه كل العمليات التي ترتبط بالسلع والخدمات. لدينا أيضا العمليات الداخلية، والمقصود بالعمليات الداخلية هي عمليات تحدث داخل قطاعات الاقتصاد القومي المختلفة، وليس المقصود بها مفاهيم أخرى، وهي تعبر أو ترتبط بعوائد عوامل الإنتاج كما درستم في علم الاقتصاد في السنوات السابقة، وهم أربع عناصر: الأجور والإيجار والفوائد والربح. بالنسبة للجزء الثالث هي العمليات التمويلية،
العمليات أسفة العمليات التحويلية، وهي المقصود بها في المحاسبة القومية منح دون مقابل. النقطة الأخيرة العمليات المالية، وهي التي ينشأ عنها التزام مالي داخل الدولة، مثل الإقراض أو الاقتراض أو سداد القروض. المفهوم الرابع القطاعات. احنا عمالين نتكلم القطاعات الاقتصاد القومي، قطاعات الاقتصاد القومي، واحنا لازم نعرف ان الاقتصاد القومي بينقسم الى اربع قطاعات رئيسية: قطاع الاعمال، قطاع الحكومي، القطاع العائلي، وقطاع العالم الخارجي. اما المفهوم الخامس في الحسابات هو يتمثل في كيفية تسجيل العمليات بين القطاعات في الحسابات الاتية. في المحاسبة القومية لدينا خمس حسابات رئيسية: حساب قطاع الاعمال، الحساب الثاني وحساب قطاع الحكومي، الحساب الثالث قطاع العائلي، حساب قطاع العالم الخارجي، حساب الاستثمار والادخار. نلاحظ ان عندنا اربع قطاعات على المستوى القومي: قطاع اعمال، قطاع حكومي، قطاع عائلي، قطاع عالم خارجي. لكل قطاع من الاربعه تم تصميم او وضع او التعبير عنهم بحساب خاص باسمه، وزاد عليهم الحساب رقم 5 وهو حساب الاستثمار والادخار. يبقى عندنا اربع قطاعات وخمس حسابات. اخر حاجة هي طريقة القيد المزدوج، والطريقة دي بس بفكركم بيها ان احنا بنسجل كل صفقة او عملية مرتين في حسابين مختلفين، احدهما مدين والاخر دائن. مثلا دفعت شركة الامل 100,000 جنيه اجور للعاملين، الشركة دي قطاع اعمال والعاملين دول يمثلوا قطاع العائلي. فبالنسبة للمحاسبة القومية هنعمل نفس الفكرة، عندما يتم دفع مصروف اللي هو بنعبر عنه بكلمة استخدامات، فيتم التعبير عن هذا الحساب بحساب باسم المصروف او باسم القطاع الذي قام بالدفع، ويكون هذا القطاع مدين. وبالنسبة للقطاع الذي قبض الموارد او حصل على المقبوضات يكون دائن ويمثل اسم القطاع. في هذا المثال البسيط يبقى عندنا قطاع الاعمال، يبقى هنقول من حساب قطاع الاعمال، او نقول حساب قطاع الاعمال بين قوسين مدين، وحساب القطاع العائلي بين قوسين دائن، ونشرح ونقول دفع اجور. هناك عدة مفاهيم اساسية للمحاسبة القومية بتتمثل المفاهيم دي في إجمالي الناتج القومي، وهو تعريف القيمة السوقية لإجمالي المخرجات من السلع والخدمات التي يتم إنتاجها في الدولة خلال فترة مالية معينة، وذلك على مستوى كافة القطاعات العاملة في الدولة. وزي ما اتفقنا إن القطاعات دي عبارة عن أربع قطاعات على مستوى الدولة، أي دولة سواء مصر أو أي دولة أوروبية أو عربية، كل المحاسبة القومية في كل دول العالم هي واحدة بنفس المعايير ونفس المفاهيم مع اختلاف اللغة، وخضع لنظام الأمم المتحدة المحدث أخيرا، وهي تعتبر زي معيار مرجعي لكل الدول لما بنيجي نعمل لهم تقييم وترتيب أو تصنيف عالمي، فبيكون البنش مارك أو الأساس في التقييم معيار ثابت لكل الدول. عندنا بالنسبة لإجمالي الناتج القومي عندنا قيمتان لإجمالي الناتج القومي: عندنا القيمة النقدية متمثلة في كمية السلع والخدمات مضروبة في أسعار بيعها، والمقصود بأسعار البيع هي أسعار السوق. أما إجمالي الناتج القومي بالمفهوم الآخر أو القيمة الأخرى هي القيمة الحقيقية لهذا الناتج القومي، وهي عبارة عن القيمة النقدية اللي تم حسابها في رقم 1 مقسومة على الرقم القياسي. المفهوم الثاني صافي الدخل القومي. الدخل القومي هو عبارة عن إجمالي الدخول التي يحصل عليها أصحاب عناصر الإنتاج نظير المساهمة في خلق الناتج القومي. طبعا بنفتكر مع بعض عناصر الإنتاج اللي هي أخذناها في علوم الاقتصاد السابقة، عندنا الأجور وما في حكمها وهي بتمثل عائد العمل، عندنا الريع أو الإيجار وهو يمثل عائد الأرض، عندنا كمان عنصر الثالث هو الفوائد وهي عائد رأس المال، وعندنا العنصر الرابع الأرباح وهو عائد. صافي الانفاق القومي هو المفهوم الثالث والرئيسي في المحاسبة القومية في نهاية الجزء النظري. الانفاق القومي يمثل المبالغ المدفوعة للحصول على السلع والخدمات النهائية، وبيشمل نوعين من الانفاق: انفاق استهلاكي ده خاص بالقطاع العائلي والحكومي، وانفاق استثماري مسؤول عنه قطاع الاعمال، وهنشوف الكلام ده في الناحية ان
شاء الله في المحاضرة الجاية. احنا هناخد بس بعض عبارات على الجزء النظري واقولها لكم بسرعة. مثلا نقول ان المحاسبة القومية هي نظام محاسبي لوصف النشاط الاقتصادي. طبعا دي عبارة صحيحة. لما نيجي نعبر او نعمل تعليل لهذه العبارة فانت لازم تجاوب عن بمفهوم المحاسبة القومية اللي اتكلمنا عليه في اول المحاضرة دي بنفس البساطة اللي انا كتبتها لكم. العبارة الثانية، لا يعتمد على المحاسبة القومية في اعداد الخطة الاقتصادية للدولة. وطبعا اللي هيذاكر مفهوم المحاسبة القومية او تعريفها ويكون فهم من المحاضرة فهو اصلا هي مبنية على اعداد الخطة الاقتصادية هدفها كده. فلما نقول لا يعتمد عليها في اعداد الخطة الاقتصادية هي عبارة خاطئة، وبيكون التعليل ايضا هو الكتاب التعريف او مفهوم المحاسبة القومية. العبارة رقم 3، ان مخرجات نظام المحاسبة القومية هو قائمة المركز القومي. وفعلا احنا لما جينا اتكلمنا عن النظام المحاسبي قلنا مدخلات وتشغيل ومخرجات، وجينا في المخرجات قلنا ان مخرجات نظام المحاسبة القومية هو قائمة المركز القومي، فهتكون العبارة صحيحة. والتعليل بتاعها انك تكتب الباراجراف المتعلق بنظام المحاسبة القومية. عبارة 4، يتمثل النشاط الاقتصادي في الانتاج والاستهلاك. طبعا العبارة خطأ لان هو بيتمثل في الانتاج والاستهلاك والاستثمار. والعبارة 5 برضو زيها، تمثل النشاط الاقتصادي في الانتاج والاستثمار، برضو خاطئة. هو بيتمثل في ثلاث عناصر، والكلام ده هنجيبه من الباراجراف برضو اللي انا عرضته على حضراتكم في الجزء النظري في المحاضرة دي. يبقى اي تعليل للعبارة هنا اللي خاصة بالنشاط الاقتصادي مرتبطة بمفهوم النشاط الاقتصادي اللي انا قلته، وهي بتعتمد على ثلاث عناصر مش اثنين فقط. العبارة الستة، ان اجمالي الناتج القومي له قيمة نقدية فقط. طبعا عبارة خاطئة، واحنا لسه قايلين من شوية ان اجمالي الناتج القومي له قيمتان، وقيمة نقدية وقيمة حقيقية. وهتكتب الباراجراف المرتبط بالقانونين او بالمعادلتين الخاصين بهذه الجزئية. العبارة رقم 7، ان اجمالي الناتج القومي له قيمة نقدية وقيمة حقيقية. طبعا عبارة صحيحة، ويبقى تعليلها انك تعبر عن ايه، تعريف اجمالي الناتج القومي زي ما هو عندك. العبارة 8، ان عوائد اصحاب عناصر الانتاج تتمثل في الاجور والفوائد والارباح. طبعا العبارة خطأ، لان احنا عندنا عوائد عناصر الانتاج اجور وفوائد وارباح وايه. نرجع بقى للجزء النظري اللي مكتوب فيها الاجور والفوائد والارباح وعائد الارض. العبارة 9، ان عوائد عناصر الانتاج تتمثل في اجور وفوائد وارباح وايجار. ايجار ده اللي هو عائد الارض اللي قلته. تابعنا كده ان العبارة دي صحيحة، وتروح معبر عن الباراجراف اللي فات من الجزء النظري. العبارة 10، الانفاق القومي هو انفاق استهلاكي فقط. طبعا هتقول العبارة خاطئة، الانفاق القومي هو انفاق استهلاكي وانفاق استثماري، وتشرح الجزئيتين دول. 11، توجد علاقة عكسية بين معدل نمو الدخل القومي ونسبة الاستثمار. والعلاقة اصلا بين معدل نمو الدخل القومي ونسبة الاستثمار هي علاقة طردية وليست عكسية، لان كلما زاد الاستثمار كلما زاد الدخل.